سلام الله يا سلام من الرحمن يرشدكم عباد الله دينكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يرشدكم عباد الله دينكم قصدناكم طلبناكم تقيدنا بهمتكم وجدواكم فأحبنا وأعطنا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يرشاكم عباد الله دينكم قصدناكم طلبناكم فلا خيابتم الظني فحاشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يرشاكم عباد الله دينكم قصدناكم طلبناكم فقوموا واشفعوا فينا الى الرحمن مولاكم أحسنوا الله مزايا من مزاياكم سلام الله يا سلام اللهم مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يرشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ربكم ما أنتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة بينهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا كن لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل ارحم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور بعيداه من أجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرمرنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة بينهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم ير أنا خلقنا لهم مما أملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منا رقوبهم ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة بيضاء وخصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر إن ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعثرنا لهم عذاب السعير الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح من يهديكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نستغفرك ونستغفر رجالنا وسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا ويفيك نبيك وأمانك وجبائك وعيادك من كل شيطان وجد وجبائنا وجد وجعلنا وجبائك من شيء كل شيء نقعد وشيء قريب اللهم جمعنا ويوم السلام وأعطينا بالتقوى والجواب وأعطينا من وجبات ندم إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا وشيخنا ولمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه وسلم وارزقنا كما المتابعه له الله وعباده في عافيه وسلامه في عملك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة لقضاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لسيدنا عبد الله محمد بن سليمان الجزولي رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لمشايخنا ووالدينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده بالأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته صلاة وسلاما لا يصل عددهما ولا يقطع عددهما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وعصاه كتابك صلاة تكون لك رضا ولحقه عزاء وعطيه الوسيلة والفضيلة والدرجة وبيعة وبعثه اللهم المقام والمحمود الذي وعده وزيعة ما هو أهله وعلى جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم توله بتاج العز والرضا والكرامة اللهم أعطه سيدنا
سيدنا محمد أفضل ما سألك لنفسه وأعط لسيدنا محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعط لسيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على أبينا آدم وأمنا وأصل ملائكتك وعظيم من رضوان أنت ترضيهما وجزهما اللهم أفضل ما جازيت به أبا وأما ولديهما اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما علمت ومرء ما علمت وزينة ما علمت ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة موصولة بالمزيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنقطع أبد العبد ولا تبيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كالتي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجهه ما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تضيك وتضيه وترضى بها عنا وجهه ما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد باغي أنوارك ومعدم أسرارك ولسانك لحجتك وعروس مملكتك وإمام عظمتك وبر في ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين عيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة تضيك وتضيه وترضى بها أنا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل
صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سنة خلقك ورضا عن نفسك وزينة عرشك ومداد كلمتك وعدد ما ذكرك به خلقك فيما مضى وعدد ما هم ذاكرون لك به فيما بقى في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من ساعات وشم ونفس وضوبة ولمحات من أبد إلى أبد وأبد لدنيا وأبد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطيع أوله ولا ينبت آخره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى قد حبك فيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى قد عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتكفرنا بها من تكال الدرجات وتبلغنا بها الصغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة رضا فرضا عن أصحابه رضا أرضا اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره كرامة للعالمين زهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تنتصرك الحج وتحيط بالحج صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولم يضاع صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لذلك اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأ قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الزيتون وجميع الزمان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما كان وما يكون وعدد ما علم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أفراد أمته اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تهل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم خلقك وسيرك أفقك وأفضل قائم بحقك المقبول بتيسيرك وعفوك صلاة يتوالى تقرأها وتلوه على الأكوان أنوارها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرفه عند الاعتصام بحبك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرم رضوانك وغلق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم الكرماء من عبادك وأشرف المنادي
الذين لدرك وشارك وزيغ ينقائك وبلادك صلاة لا تبنى ولا تبيد تبلغنا بها كرامة المزيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربي مقامه الواجب تعظيمه وإكرامه صلاة تنقطع أبدا ولا تمنع سمدا ولا تنازل عددا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم اللهم صل على من خطط به رسالة وأيده بالنصر والقدر وشفاعة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي والحكمة سراج وهاج المسلم بالخلق العظيم وخد رسول المراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهج القويم فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام من متدابهم في ذمة الليل سكتات صلاة إبة مستمرة ما تلا ضم في الأرض الأفراد وطاف بالبيت العتيق من كل فجر من الحجاج وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفته من العباد وشفيع الخلق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المرود الناهض في عبد الرسالة وتبليغ العام والمحظوظ في شرف سعادة صلاه العظم صلى الله صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام فهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الأولين والآخرين عليه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين وأطيب ذكر الذاكرين وأفضل صلوات الله وأحسن صلوات الله وأجل صلوات الله وأجمل صلوات الله وأكمل صلوات الله وأسبق صلوات الله وأتم صلوات الله وأسبق صلوات الله وأعظم صلوات الله وأزكى صلوات الله وأطيب صلوات الله وأبرك صلوات الله وأزكى صلوات الله وأتم صلوات الله وأوفى صلوات الله وأسنى صلوات الله صلوات الله واجمع صلوات الله وأعظم صلوات الله وأدوم صلوات الله وأبقى صلوات الله وأعظم صلوات الله وأكبر صلوات الله وأعظم صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجمل خلق الله وأكمل خلق الله وأتم خلق الله وأعظم خلق الله إن الله رسول الله ونبي الله وحبيب الله وصفي الله ونجي الله وخليل الله وولي الله وأمين.
الله ومن نخبة الله ومن بقية الله وصحبة الله ومن أنبياء الله وقوة الله وعزمة الله ونعمة الله ومبتاع رحمة الله المختار من رسول الله المنتخب من خلق الله الفائز بالمطلب بالمرحب والمغرب المخلص فيهما وهب أكرم مبعوث أصدق قائل أنجعش بين أفضل المشفعين الأمين فيهما السعود الصادق فيهما بلغ صادق بأمر ربه المطلع بما أمر أقرب رسول الله إلى الله وزكرة وأعظم مرجا عند الله منزلة وفضيلة وأعظم أنبياء الله الكرام صلى على الله وأحبهم إلى الله وأقربهم زلفى لدى الله وأقرب خلقي على الله وأعظاهم وأعظاهم لدى الله وعلى الناس قدرا وأعظم مالا وأكمل المها سنا وفضل وافضل انبياء درجه واكملهم زكاه واشرف الانبياء نصابا وابينهم بيانا وخطابا وافضلهم مولدا ومهاجرا وعدوه واصحابا واقام الناس واشرفهم جزومه وخيرهم نفسا وعبقرهم قلبا وعزقهم قولا وعزقهم فعلا واثبتهم اصلا ومعدا وامكنهم مجدا واقامهم طبعا وعزنهم سمعا وأطيبهم طبعا وأكثرهم طاعة وسمعا وأعلاهم مقاما وأعلاهم كلاما وأزكاهم سلاما وأجلهم قدوة وأعظمهم فهوا وأسناهم فهوا وأكفاهم بالملأ الأعلى ذكرا وأوفاهم عهدا وأصدقهم وعدا وأكثرهم شكرا وأعلاهم أمرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأقربهم يسرا وأبعدهم مكانا وأعظمهم شانا وأكبرهم برهانا وأجرهم ميزانا وأولهم إيمانا وأفضلهم بيانا وأفضلهم لسانا وأظهرهم سلطانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اصل بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وتقبل بها توبتنا وانزل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها أزينتنا وآنس بها وسدنا وارحم بها قربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وأجرنا ونسجنا وزدنا في القيامه على رؤوسنا وذكر بها حوازين سناتنا واتم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله ودعينا الى جواره الكريم مع الذين علمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واذن اولئك رفيق اللهم انا امنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتن اللهم بالدارين برؤيته وذب قلوبنا على معبده وزعمنا على سنته وتوفنا على ملته وشنا في زمره الناديه وعشق المؤمنين وانفعنا بما طوت عليه قلوبنا من معبده صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين ووجدنا حوض الاصفى والسكوت بك سيرهما ويسر علينا زياره هرمك وهرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وهرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجع الشفعاء إليك ونقدم به عليك إذ هو أعظم من أقدم بحقه عليك ونتوفى
نسأل به إليك يسوع أبو المسائل إليك نسوء إليك ربي قد قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول أمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم مشركا إلي أنت بك نستطيع على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل بصلاتنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم نتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تذلنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم أنت ضروعنا وآمن خفنا قد قبل أعمالنا وأعطي أولنا واجعل بطاعتك شغالنا وإلى خير مآلنا واهك بزيادة آمالنا واجب بسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحال لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يزعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأعظم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حنان يا منان بالنبي والأتباع بالإحسان بولي الرحمن شيخ عبد الرحمن سلمنا يا رحمن من مضل الفتان سر أحمد زيني زينا بالعلم وارزقنا يا ربي بأبناء البر وبنور شيخنا حادي حسن قدري خلقنا ربنا بأخلاق النبي وبمولى بميل شيخنا شرواني نور القلب واصلح لكل شني وبشيخ السمان جد لنا بالغفران بحماك واحمنا من شرور الأزمان قونا يا متين بشيخ بدر وابنه محمد لإقامة الدين أرشدنا والعباد بشيخ محمد رشاد لسبيل الرشاد ومحيي بالأحمد بحبيب النبي شاء
شيخنا زين غني أكرمنا يا ربي برؤية النبي أغننا يا غني عن الناس وانظرنا يا ربي بشيخ حسن مغني واهدنا ووفقنا لاقتداء النبي وارحمنا وأهلنا بشيخ حسن رشدي يا الله يا رحمة أجعل لنا بالأمان زاد الشوق
وتبدأ يجري دمعه
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله لا Yeah.
إلا الله لا إله إلا الله Oh,
الله يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله يا سلام
محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ويشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين اديم وما خلق ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يعود ما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل عذب بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأرض وعلى آله وصحبه وسلم على قومه بالكبر وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من أنواع الخير والبركة من ذلك ومن إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبوه أبائي وإخواني من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى أبوه أزواج سيدنا ورسول الله لا يعلم أي نعمة إلا الله يعلم كل الصحابة القرآن تابين 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 الرسالة تابين تابين الله وجمع سمي المسلمين والمؤمنين وإلى من أولياء وشهداء ولهم الصالحين وسلم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا محمد محمد بن علي بن علوي إلى سيدنا 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 محمد بن علي بن علوي سنجنا إليهم ثم تواب مثل سوابين أبوه آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وأمهاتنا وأخوالنا وخالاتنا ونقوم بالواجبات علينا ونأخذ بذلك ما شاء الله.
محمد زين بن عبد الغني ميلا وشيخ علي وسيد مغني بن حجي دالت ميلا وشيخ علي حسن وسني بن حجي وسيد مغني بن بدري فمن حوله من أموال المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأبوانهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأبوانهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأبوانهم واجعل الجنة منازلهم وسكنهم يا أرحم الراحمين اللهم ارفعنا ببركاتهم ببركاتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء فارزقنا محبتهم وشفاء نبي زوجك وأمتك يا أرحم الراحمين اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا كريم اللهم احينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واشفنا بزمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة علينا وعلى جميع أهل هذه القبور اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة علينا وعلى جميع أهل هذه القبور اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة علينا وعلى جميع أهل هذه القبور اللهم يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات الحاضرين وحاجات إخوان المسلمين برحمتك يا المهيمن اللهم يسر لنا أمورنا كلها اللهم يسر لنا أمورنا كلها اللهم يسر لنا أمورنا كلها واسع أرزاقنا وحصل مقاصدنا واقضي هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وبجاه الأولياء وصلها طهر قلوبنا من كل وصف وباعدنا عن مشاهدتك وبنا على سنة والجماعة والشوق إلى لكرمك يا ذا الجلال والإكرام ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتقبل منا إنك أنت السميع العليم فاتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا اللهم